معانا حسام. سلام عليكم يا حسام. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يكرمك يا حسام، اتفضل يا حبيبي. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. أنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربتهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. رائع يا حسام، ربنا يتقبل يا رب ويجعلنا وإياك من أهل القرآن. أداء جميل، وأنا أعتقد أنت محفظ قرآن وأدائك ما شاء الله جميل، يعني تستحق الإجازة إن لم تكن مجاز. ربنا يبارك فيك يا رب يا حسام، جزاكم الله خيرا. معنا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. عارف هتقرأ منين؟ أقرأ من فين؟ تقرأ من في الصفحة رقم 64 من أول الآية رقم بداية الربع، ليسوا سواء، الآية رقم 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيخ محمد؟ جميل جدا، جزاك الله خيرا. اداء جميل جدا يا شيخ محمد والله.